الله يرحمها هادشي اللي غنقول لها اكثر من هادشي راه ما كاينش. الله يرحمها الله يرحمها. ملي دخلت الكلينيك نايت دخلت لاكلينيك من تما ما شفتهاش، وقالت لي الله قالت لي انا جد معايا اختي الله يطول لي في عمري، وعندي شي ناس عندهم شي مشاكل بغات تصاوبهم ليهم والله اعلم. الاخت ديالي والاخت المغاربه كلهم حنينه زعما ماشي زعما واخا ندوي حتى العين ما نعطيش كلمه في حقها. بزاف 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 كانت مزيانه معاهم بزاف مع والديها، كانت منا وبانا عائلتنا هي كلش، وكانت مصليه فيهم بزاف مرضيه مع امها وباها فوق ما يتصور على البال فوق ما يتصور على البال. والله يرحمها مسكينه. غنشوف هاد الناس اللي خلاوني ما بقايداش في لاسيست ديالك.